الله الرحمن الرحيم. احنا هنا في نادي الشيخ زايد كنا بنتابع جمهورية اونلاين، بنتابع مباراة مصر مع الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا. أنا موجود أنت زي ما أنتم سامعين، احنا رغم إن دلوقتي الساعة 12 إلا الناس قاعدة، رغم البرودة الناس قاعدة ومبسوطة ومركزة معايا خالص الموضوع. طبعا الناس مبسوطة سعيدة، في أغاني زي ما أنتم سامعين، فرحانين جدا بالانتصار ده. احنا فزنا الحمد لله، الناس كانت على اعصابها، الناس كانت متفائله برضه بعد نهايه الشوط الاولاني. الناس تفائلت وتوقعت ان منتخب مصر هيكسب، توقعت ان ابو جبل هيتالق. محمد ابو جبل النهارده نجم المباراه، انتوا سامعين دلوقتي الزغاريته اهي، محمد ابو جبل كان نجم المباراه. طبعا اللعيبه لعبت، بذلت مجهود غير عادي. طبعا الحكم بكاري جسامه النهارده كان عصبي جدا وانفعل بشكل غير طبيعي على كروش، وانفعل على وائل جمعه قدام انذار وطرد كروش ده عن غير حق، لانه كروش كان منفعل بسبب كثره الخشونه وكثره الضغط على لعيبه مصر، وشد الفانيلات كان واضح جدا. لعيبه مصر لم تحصل على الحمايه الكافيه والعداله التحكيميه في هذه المباراه من جسامه. رغم ذلك كان ممكن نكسب في خلال الوقت الاصلي للمباراه، ولكن لم يسعفنا الحظ او ما كانش معانا التوفيق. ولكن الحمد لله احنا بنوصل دلوقتي لدور النهائي، وهنلعب السنغال وهنشوف منافسه قويه جدا. سبحان الله، منتخب السنغال هو المفترض ان احنا هنقابله في تصفيات كاس العالم، ودلوقتي هنقابله تاني نهائي افريقيا، ثم هنقابله في تصفيات كاس العالم مرتين، مره عندنا في القاهره ومره في السنغال. طبعا الوضع بقى واضح جدا ان مصر والسنغال هما قمه افريقيا، والمباراه بينهم هتكون في غايه الصعوبه. كل التوفيق للمنتخب المصري، كل التوفيق للكره المصريه. الف مبروك لمصر، شعب مصر، جمهور مصر، قياده مصر، كل الشعب المصري.